السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله، الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. احبتي في الله، ومركلي درسي كتاب كيني تقريب الوصول الى علم الاصول قيبتي منطقة أما المعارف العقلية عشر كنا وعشر كي لحد إن شاء الله ما أنت وحنقلينا الباب الثالث فيما يوصل إلى التصديق. فيما يوصل إلى التصديق وحكو جارسيو تصديقة وراو عن صور شجني تصديق يتعرفتي سا تصور صدق لو أنكسو هذا الني وحنكسو هذا الني فيما يوصل إلى التصور وحالا تصور كل جوجار أو القول الشارح ما أنت دو إلهي رادو عن كال لينا وحا لجوجار تصديقه فيما يوصل إلى التصديق. قال المؤلف رحمه الله: الموصل إلى العلم، الموصل إلى العلم يسمى دليلا. الموصل متك جوجارسيو إلى العلم، علم الجوجار يسمى وحلقوم عابا دليلا، دليل بلقوم عابا. والموصل إلى الظن متك لجوجارو ملها أما الظن لجوجارنا يسمى وحلقوم عابا أمارة. ماشان مؤلف كحكا قالي مفهوم الدليل أما تعريف الدليل أما تفسير الدليل وانا مختلف بين الأصوليين وبين بين الأصوليين وأهل الكلام وأهل الفقه واسكو خلاف سيهين دليل محلو تعريفيا نوال بميل بكرفتي نوال بنا مذهب أساق الرواي أقوى ذي تعريفك لأن أحكامتا أي روان يكون لسان في أصول الدين عقيدة وفي فروع الدين وفقه بنو البوحورة أنتو تعريف ده جستهدو إنو مذهب وأسجر ربي إنو وافجي مرك مفهوم الدليل سجود أهان تعريف إسكوا فقسيين بجراء أهل الكلامك أصوليين تي أهل الفقه سدح ذو إسكوا فقسيين تعريف جود وتعريف كاسمحاوي ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. تعريف كاس والسكوة فقسيني وما دليل أما شيء يمكن أي صورة قلتها التوصل إن لغوغارو بصحيح النظر في رها أما نظرك أما بارتانك هفن صحيحة بصحيح النظر فيه ماغا إلى مطلوب بلغوغارا يا كاسو خبري مطلوب خبري. ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه انتاس ومتفق كلام اهل كلام كي يفوق هذا ايو اصوليين تويسكوا فقسيين انت اشكال ماله الى مطلوب خبري مكلده انتاس لغو كالتقي يا مرك مطلوب خبري جزيدة مطلوب الى مطلوب خبري با نمبمل بوفسري. ولذلك أي مؤلف كادو حنقو بلاوي فالموصل إلى العلم يسمى دليلا تعريفته وحاسكال المتكلمين. فالموصل إلى القطع أو العلم أو اليقين وحالقو مغعاوة دليلا بيكولين وآيق بحي شرطيين وحد دليل لغو مغعاوة إنو يهي إنو فائذيو قطع علم يقيني إنت واسكو معندوين. والموصل إلى الظن كان لغو قارا يظن غنا وحيدين وأمارة علامة أستانوي. طيب مركي حق كل فتين متكلمين أو تعريف كقاتين وحينوصوا بحذي مركا تعريف كهروي أي للسعودين فوق هذا ويكل إحذين مركي لسو قاري إلى مطلوب خبريين أيها وحيكو فسرنا يان وحيكولين ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بالمطلوب الخبري إلى العلم بالمطلوب الخبري أو تعريف كامر كي يكون قيدين إلى العلم ما كي يكون قيدين بالمطلوب الخبري مطلوب كي خبريها علمي بس يكون كوبين وحين ماشي كسارين أمارضي أي ماشي كسارين
طيب intaas waa mutakallimiinta taariiftooda markay horan ay la soo socdeen usuliyin iyo fuqaha ma yumkinu tawassulu bi sahih an-nazar fihi ila matlubin khabariin bay la soo socdeen juziyadi ahad ila matlubin khabariin hada waxaan ugu bedelnay ila al-ilmi bil matlub al-khabari labada taariif farqi baa u dhaxay ku barar طيب تعريف كان دنباء إلى العلم بالمطلوب الخبري وهو فقسيه ما يؤدي إلى العلم واليقين والقطع يسمى دليلا وما يؤدي إلى الظن يسمى أمارة لو هذا تعريف ومتكلمين توتان طيب هذا وأوما أن مركب فقه هذا فقه هذا ويكون ما أدى إلى العلم أو الظن فلا فرق بينهما وحد حي ماله بل وحي شيغان إن أدلة فقهية أي كبادان تهي يقينيات كي علمية مع ما فيها من أدلة الظنية حتى لو أذيك سنة وحال لو دليشن الدليل قطعين ولو دليشن دليل ظنين ولو دليشن ما أدى إلى علم أو ظن فلا فرق بينهما صواب محي دليشدين لأن العرب لا تفرق عربت مكل السوعين بين ما يؤدي إلى العلم أو ما يؤدي إلى الظن لو ضع ميسا كل السوعين أما الأصوليين الأصوليون مركي لسو سعدين متكلمين تحق تعريف كجود وما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري أي ويكلا بحين قارنا وحير راعين تعريف كمتكلمين ته قار كلا وحير راعين فوق هذا إن إسكو خلافان مفهوم الدليل أما تعريف الدليل horta khilaafku u dhaxay lafdi ma ahane waa istilaahi ama waa macnawi waa khilaaf ku dhisan samara iyo macna khilaaf wax macna laha ku dhisan wax iska lafdi oo iska tuuray ma ahan oo la dhahay taariif khilaafku idin dhaxay macna male lama dhahay tayib ko mutakallimiinta markay ay qadci dalishanayaan maxay ka rabaan waxay rabaan inay ku dhahaan wixii aqeedo ku saabsan waxaan u dalishanayna adilla qadciya يقينية وحظني إيه مؤدلي شنين عقيدة ذا سيدو كلا مركان رمنا حيكولين فروع ذا قار سيدو هذا تكفير كو كلا في باب التكفير حيكولين وإن أدلي ست الدليل قد إيه مرنا ومدلي شن كرتي الدليل ظني إيه وفقا ومتكلمين تا مركا أيها وحيو أقانان دليل كالظني أماري وأقانان سواء أما كانت شرعية هاتو أمارة أم عقلية سيدو كلا ولا يحتجون مد ليشذان بالأدلة الظنية في القضايا الشرعية وحي قضية شرعية كسابسا متكلمين تأدلة الظنية مد ليشان هايان وحي لآذايان دليل قطعية أما أصوليين تأومان يحتجون وحي دليشان هايان بالأدلة الظنية ويدليشان هايان انت يدليشان هايان في الجزئيات بيدليشان هايان لكن عند تقعيد الأصول عند تقعيد الأصول مركي أصول شلاء la dhagax dhigay ama la sal dhigay oo la dajinay asalka waxay dalishanayaan daliil qadci ah sababta maxaa waaye asalka lagu shartinayo daliilkan inuu yahay daliil sugan oo cilmi iyo wax faa'iido ay ugu shartayeen usuliyinta hatta yakuna al aslu qati'an lin niza'i inda ar-ruju' ilayhi aniga usuliye iyo adigoo mutakallime ama adigoo usuliye anigoo mutakallime baa doonay masalan ku doonay أصول بان سو دليشتي أدنا أصل واد دليشتي أن أصل بان دليشتي أما مسألة أسكو قبسنا مسألة أن أصل كي أولا بنيسي مرك اللا آذو وإن أصل كي أكو تاغن هي دليل قطعية حدو كو يستاغ الدليل ظني دليل ظني ننك متكلم كو حكو لا يعني أدلة الظنية ما بدل ما بدلشنين مثلا في هذه المسألة حدو ساسو كو لا يعني معنى نقاش كي ما من نقنا يو وحمل اللي هلا يو نزاعا إدودا صوف جره وحلو بها هي مركة أصل كل سن دليل قطعية وعند الأصوليين سي شيئين أصل كل سن دليل قطعية وعند النزاع مركة للضوضة لو لابط طيب أما الفقهاء وقار كميدة فقهاء ذا كل يود ماهن وحيك لقاذان الأمارات الشرعية والعقلية ماشا متكلمين تأيسكو وذا قبتين أمارات الشرعية الأمارات العقلية والشرعية أيها ويك لقاضا فيسمون مركا حكومة عاوان الأمارات الشرعية سيدا قياسكو كلا
iyo khabar waahid adilla ay ku magacaabayaan oo waxay ku dhahayaan waa adilla walaa yusammuuna al-amaraat al-aqliyya amaraatka aqliga ah ama calaamadaha aqliga ah sida an-nadar kan-nadari fi al-qibla waxaad ka maarta qarsoomay ama aad garan waysay qiblada dhankay ka jirta midig miya bidix miya hortaada miya gadaal miya ka jirta marka waxaad bilowday taxari iyo baaritaan waxaad isticmaashay adilla aqliga aqliga adeegsatay oo raxda dhankii kasoo bixi baad fiirisay dhulkii baad fiirisay wax baad baarbaartay kadib baa waxaa samaysay waxaad ku gaartay calaamadaas ama daliilka caqliga a adeegsatay waa waxaa ku gaartay qibladii laakiin qiyaaska oo amaara sharciya ah asaga waxbay ku dhisayaan ama mutakallimiinta qiyaas ma deliishanayaan khabaru lwaaxid ma la deliishanayo adilada guud ee cumuumaadkoo kale iyo wixii danni faa'iiday oo dhan way ka wareeganayaan bas marka waxay kuleeyihiin furuucu usuuluddiin adilla qadciya ama fiqiga waxay gelinayaan min baabi dunuun wixii danni ah waxay kuleeyihin waa fiqhiyaadka masaa'il badan oo ay ka mid tahay sida hadda aan soo sheegay takfiirkaoo kale fii baabi takfiir qof baa gaalnimo ku dhacay laa qadar allah qofkii markuu gaalnimada ku dhacay in la xukumo looma deliishan karay ku dhehen daliil danni ah taa waxaa ka dhalan kitaabkan qur-aanka dhan adilada aaxaadka aragtee dhan ee faraha badan adilada faa'iideynaysa danniga dalaalada ay mathalan waa qadciyu thubuut danniyu dalaala xataa aayaadka qaar ma deliishanayaan calaa madhabihi marka la fiiriy marka meesha waxaa ka baxaya wax badan baa baxaya oo maaragtay adille ah ayaa meesha ka bixi waxaa u soo haray in yar oo ku saabsan adilla qadciya qadciyu thubuut qadciyu dalaala usoo haray oo wax yar ah aktharu ladilla maxaa waaye waa danniyu dalaala ظنيو الدلالة طيب انت هذا كسو بحني متكلمين تعريفك اي مرين اي فوق هذا اي اصولين اي خلاف ثمرة الخلاف كخلاف كوضا محو كل سنة اي وحاقول لنا الدليل عند المناطق مناطق محي دلل وقانا مناطق بحي كل اي وقول مؤلف من قضيتين فأكثر يستلزم لذاته qawlan aakhara oo natiijadii ah waa qowl muallafun ka kooban min qadiyatayni laba qadiya laba muqadima labadaa muqadimo oo laisku dhejiyeyna waxay noqonayaan daliil labadaa muqadima mataa sullimat haddii la sallimo inay sax yihiin maxaa ka dhalanaya lidaatihi lidaati lmuqadimaat laa liamrin khaarijin arin kale inuu ta'thiiriyo lama rabo lidaati lmuqadimaat markii laisku qabto muqadimada hore iyo muqadimada labaad waa inuu ka dhasho qowlan aakhara oo natiijadii ah marka cinda almanaatiqa waxaa muhiim ah inaad ku baraarugto aladilla anaqliya min alkitaabi waalsunnati waalijmaaci laysat muctabara cindahum may ictibaariyaan hal mar bis ayay ictibaariyaan adilada naqliga ah waa markay noqoto juz'a daliilin an takuuna juz'a daliilin fii qadaaya alqiyaas almantiqi sida mathalan ixda almuqadimaat labadan muqadima mid ka mid ah ayaa wuxuu noqday daliil naqli calaa sabiil almithaal waxaad rabtaa nabiid iyo khamra in aad is ilxaaqisaa rabtaa nabiid baad fiirisay waxaad ka heshay iskaar khamro asal meeshan kuu taallaad fiirisay iskaar baa laga helay waxaad rabtaa inaad iswaafajis waxaad tiri muqadimaad soo dhistay adigoo mutakallima ama mantiqiya cafwan adigoo mantiqiya soo dhistay markaasa waxaad tiri annabiidu muskirun nabiidku waa mandooriye wa kullu muskirin xaraamun muskir kastana waa xaraam natiijaad ka dhaliso ah annabiidu xaraamun tayib nabiidka ومقدم الصغرى النبيذ مسكر مقدم الصغرى وكل مسكر حرام مقدم كبرى وان قاردنا قياس كهذا وللتمثيل هذه هذا كو ادكاتو 10 سوس عدك فهم دونت هكا بقين النبيذ مسكر وكل مسكر حرام لودن مقدمه مدن دنبه وا كبرى تن هرن وحلا صغرى تن دنبه كبرده ايه ايا وهي نقطي نص حديث نبوي الشريف
حديث كل مسكر حرام ونص وانا متفق مسلم وبخاري مركه الدليل كما نعتقد اي وتين اي كدسين حكم كان نبيذك اما نتيجه اي غارين النبيذك انه حرام يحي و هو ككوبن يحي مقدمه صغرى اي مقدمه كبرى او دليل نقلي اه او نقضي جزء دليل وليس دليلا مستقلا دليل مستقل معها عندها واعتبارنا ومعتبر لكن إني كدليل مستقل أنت أوقاتاً أي مسألة كل إنسان مناطق مايا فالدليل عندهم فالدليل النقلي عندهم جزء دليل أي يكون جزء دليل وليس دليلا مستقلا دليل مستقل معها طيب هذا وهذه مناطق وضد أمرين الذي أي كديجان مقدمة صغرى أي مقدمة كبرى لسكول الجيه إنه يتعيد دليل وهل مقدمة قنوة تاجن أي سنة هين دليل لذاتها لذات المقدمة هذانا لذاتها أنا أي أقولين أي سنة نتيجة محيكوا كل دوين أي جمرك يو أصولين أما فوق هذا أصولين تصل الصعدة محيك قد دوين مناطق ذا طيب فرق يقوله حواي عند المناطق دليل محاوايه المادة والصورة وعند غيره من محاوايه المادة فقط فإن أريد الدليل على إثبات الصانع هذه الدمع إن للصوغو صانع للصوغو نقول الصوغو كون المصنوع كي لسمي مثلا عالم كانوا كلاوا مصنوع صانع بوليه هاي سمي وهو الله سبحانه وتعالى حدان دمعو إن بارو أنسوغو صانع أنسوغو والله سبحانه وتعالى يعني هو منطقية آنو كسوغو مصنوع وعالم كان آن كسوغو وحان رأي العالم حادث عالمك وحان رأي حدوث العالم إن دليشدو آنو أدليشدو كونه كونه الصانع كونه صانعا وحان رأي إن العالم له صانع بانجارو نتيجي داس العالم له صانع طيب ما عندي شنايا حدوث المصنوع بندلي شنايا او عالم كاي يا سمي صانع مش صعدانت طيب عند المناطق وحاوي وانا مقدمات كلمه و اسكو دجيسه دليل ماده دي صوره دي او اسودته وان اد كدغت دليل او ما حد لهدهي العالم حادث عالمك ومس صدري وكل حادث مد والبو صدرينا له وحا اسغنادي صانع labadaas oo isku dhigan ayaa daliil loo aqaanaa inda manaatiqa marka aad sugi rabto ifbaatu saani' marka aad socoto ilaahi subhanahu wa ta'ala inaad sugta rabta waxay ku leeyeen waa inaad soo marto xuduudkaas xuduudka waa inaad soo marto kadib aad martay saani'a aad sugto tayib amma fuqahaada waxay ku leeyeen caalamka bisban dilishinina مادة العالم العالم هي مادة فقط صح وجود هذا العالم نفسه دليل على وجود الله كله فوق هذا صانع اسمه أسقى دليله ما بهني إن هذا كونه حادثا إيوه هو الله إن هذا ما بهني نفس الوجود أيا وحيت سنيا أن له صانعا أن له صانعا طيب فرق قاسنا وفرق ودحيو فوق هذا إيو مناطق هذا انت هذا نكبحنا وحنا مفهوم الدليل فالموصل إلى العلم يسمى دليلا والموصل إلى الظن يسمى أمارة انت وحنا كبحنا مفهوم الدليل إي سيلسكو خلافه إي ثمرة كل سن إي فوق هذا إي مناطق هذا محاول دحيا حقا مركي أي دليل دليشنا يان مقدماتك طيب وهذا بد بنا ثم إن الدليل دليل كي ينقسم حقوق يسمى أربعة أنواع أفر قيب أي نقضاء دليل أي كوير مؤلفك كو سمعي لبا عقلي سدح حسي أفر مركب من العقل والحس مركب من العقل والحس فالسمعي وكوسي تعريفي حبض بقو تعريفيني فالدليل السمعي محاوايه
فهو دليل الكتاب والسنة المتواترة والإجماع لا غير، فإن غيرها كالقياس وشبهه إنما يفيد الظن. وعقول أي دليل سمعي وعاوي، فهو الدليل دليل الكتاب كتاب كواي والسنة المتواترة مشى وحصار أحدك وأحدك ليس دليلا سيئة قوان. أما عند الفقهاء محاوية دليلك أحدك وحال قل سيا مسائل، ولذلك الفقهاء هذا مرك حتى في باب التكفير كهاللايان مسائل التكفير وحي قلنا يان مثلا فقه قد حديث باب الردة أما السير أوكال السيروينك والمغازي قلنا يان كتب تقار وحي قلنا يان مارتاي أبواب كلا دوان أو فقه حسب المذاهب حنفية ذو كلا شافعية ذا نمبر ميل بوغري هدي فقه لو دليشنا يقطع بس علماء انت يسوق هذا فقه ميسن دحق قلن لهن أما دليل ظني وميسن دليشن لهن دليل ظني لو ما دليشدين مركا وحا متواتر كبس دليشنا يو إجماع إكتاب كبس ومتكلمين تيو أصوليين تقار. أما فقه هذا يستدلون ويدلشنا يان قياس كي دلشنا يان آحاد كي دلشنا يان الدلة عموم كذا ظني فإذا نسي دلشنا يان كل هذه الدلائل ويدلشنا يان فقه هذا. أما المتكلمين تما دلشنا يان مركا عندهم الكتاب سمعي معاوي هدان مقش سمعي والكتاب والسنة المتواترة والإجماع إجماع وحكلا ما أقول المتكلمين. طيب إيو وحال صعد أصولين تقار. وأما العقلي وأما العقلي فينقسم قسمين لو قيب أقسم دليلك عقلي لأنه حصومرنا عقلي سمعي وعقلي وحسي ومركب من العقل والحس. سمعي كصوبحني الدليل السمعي كصوبحني. وأما الدليل العقلي فينقسم قسمين لو قيب يقيب سمايا ضروري من ضرورية ونظري يمد نظرية ضروري محاوية نظري محاوية. فالضروري ضروري كمتك ضروري وحاوية هو الذي ودليلك عقلي الذي كاسو لا يفتقر أن أباهنين إلى نظر إلا بربار أما الله فرفيري واستدلال إلا وحلو دليشده ويسمى وحلو مقعاوة دليلك عقلي ضرورية البديهية وحلو مقعاوة أو شيء اسك غرنيسو بديهي مثلا كعلم الانسان بوجود نفسه جيرتان كذا ادق انسان باتي واجرتا وجود كذا اي جيرتان كذا ما و هو باهن يحي ان اد كفكرتو وا مايا وا كان ادق تاغان او اردايو دغدغلينايو مركو ما باهنيد ان لا سوغو دليل كذا ان لو سوغو دليل أولا كيانو دليل إي بارتان أنجلون دهنيو أنيغا وانجيرا جيريتانك أنيمانت أنجيرو إنان بنا آدن أهي أو نولا أهي أو نولا أهي أو صعدو وحان أباهان أهي دليل أو انتين كرايدين بارتان أنجلون لوما بحنا واشي آنسكا قران أهي بديهي بدون دليل وبدون نظر بعد قران إيسا. طيب ويسمى البديهية كعلم الإنسان بوجود نفسه وعلمه بأن الاثنين أكثر من الواحد. إن أوغاتو لبا إني كبدنتهي هل 2 is more than 1 لبا وحي كبدنتهي هل ما وحو باهنتهي بارتان وامايا ما باهنو بارتان وما باهنو النظر إفيري إيو دواغل وما باهنو إن سأفهنتو. وعلمه أغاشي سوء أغاذي بأن المصنوع مثل السمية لا بد له وإنه أسقنا هذا أقول هذا لا بد له من صانع مثل سمية وإنه هذا لازم بأن المصنوع لا بد له من صانع أيضا أمبهنا مثلا أذيك حد إنا جرته أو مخلوقته لا بد وحاكو إيسي خالق الله أبو سبحانه وتعالى أمبهنا دمركة إنه بربارته وحكستوس مصنوعة أما حادثة أما اللي سميه إنه أباهن صانع بارتان إنه أباهن عقل يقول لك ضروري واي
وشبه ذلك من الأوليات وحيالها إسك أولية بديهية لمدك يكواس ومباهنا نظر إفيري إذا وقال ومباهنا. طيب مركا ضروري سيخلا سيسن محاوي ما يدل بنفسه أسقى كتسينية دليلك عقلك ضروري يدل بنفسه ولا يتوقف على غيره كما دل تاقنا غير كيس وما باهنا وحكال دليل وما باهنا بحثي وحما باهنا يدل بنفسه ويمتنع أن يوجد غير دال صورة قلنا ما آها إن دليل عقلي انتي اللي هلو مدلول كيس اللوايو هذه مخلوق له له أو دليل كيا وح أوتوماتيك أن قرننا مخلوقا أي مصنوع إلا خلقي وحاسمي خالق كسري خالق باسمي أوتوماتيك اللي مركب وح نهلينا مدلول كي ونهلينا أما وحنا تصينا يا إنه جرو لا بد له من صانع أوتوماتيك اللي دليل كان وجودك أنت يدلنا ماذا على وجود الله سبحانه وتعالى أنه صومر حدوث إي إمكان إيه هو لبضن صومرين يعني حنهلي كرائنا نفس الوجود أدريشه بوجود الله سبحانه وتعالى ويوجب النظر التام فيه إن أنفيري دليل كان مخلوقا وجود كيس إجريتان كيسة إن أنفيريون كتأمله فيه في الدليل وهو وجودك مثلا على سبيل المثال أما وجود العالم على سبيل المثال فيرن أنفيريو أو فيرن دميسترن أو تام أنفيريو وحي كينيسا العلم بالمدلول إن أنقرته إنو ليه هاي صانع كدن بيه. طيب إنتا سبحانك قبعنا الدليل كي عقليها ضروريها والنظري متك النظرية الدليل العقلي النظري خلافه هو أو خلاف الضروري خلافه الدليل العقلي الضروري وهو الذي النظر وهو النظري الذي كي ويفتقر أباها إلى نظر إن لبربار الله بحثي الله فيريو واستدلال أدلنا لو دليشه مثلا وحربت أين أغاته وجوب النية في الصلاة وجوب النية في الصلاة علمي ضروري أماها وعلمك أقباها إن أدبارته أو أدلده بارته أو تفهنته أو لغو شرحه أو لغو ده صلاة ده وواجب وأقيم صلاة لغو ده هي حديث كنا ففاهيي هي أذي قبل تكلنا صلوا كما رأيتموني أصلي لك مركي ألابتها أن لغو بره وأدلده أصوب بره تكدب أو حلو ده صلاة ده وحي وعبادة وحي أباها انتهي نية يشترط فيها النية أما يجب فيها النية. طيب وجوب النية أو صلاة ده أنت مركز صوغر تمدلول كان وحأوبها تي أما صومر تي إن تصوغر تي بحث سميسي أدلة صوفر في رسي يا أوبها تي أو سي أوتوماتيك وبديه كما ذهل ولذلك قف إنسان كمركو وصوغا نجارو أما وصو مسلمه وإن لبر صلاة كيف يد لو تكذو المها يروى رتي صلاة لبر يا شروط هذه أركان تي ذي واجب وحن واجبهن فروض كي وحول با ترتيبات كيدي هيئات كي وحي الله باهنا ودن با لبرايا مركا علمي كو إيمانا ضروري ما هو علمي أباهن كسبي إي شقا إي بحثي. طيب انت وحن كباحني الدليل العقلي السمعي والعقلي هذا وحن أنقض بينا وأما الحسي فهو حسي وحاوي الإدراك إنا هليشو علمي إي شيء إي معرفات هليلي سامحتكو هليلي بالحواس الخمس يعني حواس توحيتها واسطة مثلا شيء كل باتاون وحد قارتي شيئا انه كل لي مثلا النار محرقة نارتي اني واحد قبتات قارتي محكو قارتي واتاوتي وحد هذا البان مقشي اما وحد مقشي مثلا مقال الله نيروبي وحيكو تالا ودنك كينيا هذه جوغو صوماليا ولي كان نيروبي ماذا عرق والمركز صدقك وحكولي مقالة وحجر تالله نيروبي أو كتالة كينيا مركز سيكو قرتي أخبار باكسو قرتي لسو النقلي لكتتك مقشي سمعي باتكسو هلاش مرك. طيب بصر كوي مو وحد هلاشي
waxaan inuu yahay mathalan kamera inay tahay mathalan waxaan ku horyaalla kameradan hor taallo waxaan ku haleelay inay kamera tahay shakligeeda kambaniga laga soo gaday ku qoran soo saaray howlahaas dhan waxaan ku fahmayaa bilbasari aragtida yaan ku haleelay washami shay baad urisay waxaad ogaatay shayga inuu caraf badan yahay barfuun baad heshay caraf badan waxaad tiri barfuunkan magacan wato aad buu caraf badan yahay ayib waxaa kaloo ku jira adawq dhadhanka mathalan waa dhadhamisay waxaad ahday mathalan shaygan wuu macaan yahay timir baad cuntay waxaad tiri way macaan tahay malab baad dhadhamisay wuu macaan yahay liin baad afka gelisay way dhanaan tahay maxaad ku tiri lianna bidawqi waa dhadhamisay ayib lamsigina waan soo hormariyay waan ka soo hadlay wayankhariu waxaa ku biiraya fii silkihaa taxaan macan samcigii iyo basarkii iyo howlahan aan soo tirinay silsiladan aan alxawaas alkhams ku bixinay waxaa wadadeeda ku soo biiraya alwujdaaniyaatu baa soo biiraya ka cilmi alinsaani biladatihi wa alamihi mathalan xanuun baad gudaha ka darintay xanuun markuu qabto aad gudaha ka xanuunsato samci kumaad dareemin maad maqlin xanuunka basar kumaad dareemin oo maad arag dawq maadan ku dareemin oo wax la dhadhamiyey ma aha shami maadan urinin lamsigii wixii gudahaada ku jiray xanuunka ku hay maadan taabanin see ku dareentay bilwujdaani waxaa waaye wujdaanka waxaa waaye waxaad gudaha ka dareemaysa kaas ayaa la haleeshiyey xawaasta sidii mu'allifku u maraayo ayib وأما المركب مركب هذا وحن كبحنا الدليل السمعي الدليل العقلي الدليل الحسي هذا وحن قد بينه الدليل المركب من الحسي والعقلي وأما المركب عنهما من الحسي والعقلي مثل اسكي كيني مركب من الحسي والعقلي فهو التواتر كوا مثل التواتر والتجريب والحدس سد حداس ايا وحا لو هليلا بالحس شنت حواس ان سو شيغني ميد كميد اه مع العقل عقلي با هدانا سي دليشنيا طيب مثلا تواتر كسو قبو وحا لو سو نقليي saaxadda ku soo miitheelini magaalada Nairobi la dhaho magaalada Nairobi la dhaho markaad lagu sheegay inay ku taalo waddan Kenya adigana Soomaaliya aad joogto mise Mareykan aad joogto mise Ingiriis aad joogto mise meel kale aad joogto waxaad soo dhigan meesha horta wax baad maqashay waxaad wax ku maqashana waa dhagta qof baa ku waramay dad kam baa ka maqashay qof kale ka maqashay qofka dad badan baa ka maqashay dhagtaad ku maqashay dhagtaas waa xaasa min alxawaas alkhams waay waad adeegsatay jaanibka horta waxaa waaye waa wajhu atarkiibi tarkiibu lmutawaatiri min alxisi walcaqli siduu iskaga imaaday xisi iyo caqli mutawaatirka waxaa waaye dhagta waxaa waaye shaqada waxay qabanaysaa xisiga waxbay soo maqlaysaa caqliga muxuu samaynayaa meeshan buu soo firisanayaa wax dhagti wax maqashuu fiirin wuxuu leeyahay alaa ilaah waad maqasha miy ahaa yaa kuu sheegay hebel yaa kaloo kuu sheegay hebel yaa kuu sheegay hebel tawaatur intana qofa kuu sheegta sax caqliga markuu fiirinayaa cadadkan buu fiirin iyo tiradan iyo dadkan wuxuu leeyahay tiradan tira miya aysan suurtagal ahayn yastaxiilu tawaatuuhum cala alkadib waxaa mustaxiil ah ama suurtagal ahayn inay isku waafaqaan been dhowr qof oo kala duwan oo isku meel ka imaanin oo kulligood Nairobi ka wada imaadeen way soo arkeen laakiin isku cid kama imaan isku xaafad kama imaan isku shaqo ma aha dan isku ma laha raggaasaa ku imaaday waxay ku dhaheen rag iyo dumar iyo caruur isku jira waxay ku dhaheen Nairobi oo kala duwan kala waqti duwan go'aan marka caqliga wuxuu gaarayaa markuu hubsado dadkan kala duwan inaysan been isku waafaqaynin go'aan wuxuu gaarayaa caqliga uu leeyahay alla ilaahay meeshan magaalo Nairobi la dhaha Kenya ka jirtaa waad go'aaminaysaa cilmi baana gaaraysaa fayaxsulu laka maada alcilm
marka xisigana xad buu leeyahay qayb buu ku leeyahay caqligana xad buu leeyahay qayb buu ku leeyahay xadul caqli maxaa waaye cafwan xadul xisi maxaa waaye inuu samcigii wax soo maqlo tawaaturkii inuu mutawaatir noqdo cadadkan laa yastaxiilu tawaatuhum cala alkadibna maxaad ku gaartay caqliga fayaxsulu laka alcilm biana hunaaka madiina tusamaa nayrobi fii kenya go-aan baad gaartay ama cilmi baad heshay ayib atajriib uu imow tajriibka markaan u imaano asagana laba qayb waay waa wuxuu ka kooban yahay xisi iyo caqli xadka xisiga ama nasiibka xisiga uu ku leeyahay meesha maxaa waaye waxaad maalan liin baad soo qaaday waad dhadhamisay waxaad dareentay inay dhanaan tahay ama timir baa soo qaadatay afkaad gashatay waad macaansatay inay macaan tahaad dareentay qof kalaa timirtii iyo liintii sidii u tijaabiyey ama adigii waa timir kalaad soo qaaday tu kalaa soo qaaday liin kalaa soo qaaday liin walbood soo qaado dhanaan iyo waxbaad dareemaysaa haddana markaa timir mar walba soo qaado waxaad dareemaysaa timirtii inay macaan tahay see ku ogaata marka waad dareemaysaa ayaan ku dhihin sidee ku ogaatay in timirtana ay macaan tahay liintana ay dhanaan tahay waad kula laabatay waad fiirisay mar baad fiirisay markalaad fiirisay markalaad fiirisay sheegan bitikraar uu soo la laabtay caqligii waa marka soo baxaya wuxuu leeyahay timirta liinta mar mucuntahaa ama ma dhadhamisaha way dhanaanta mar kale haa mar kale haa timirtu imow mar walboo timir dhowr mar aad cuntay maxaa imaada macaan marka waxaa jira caarid ama sifa ama wax ku imaaday oo waajibiyey inay tanna dhanaanaato tanna macaanaato caqliga go-aankaasuu gaarayaa wuu baarayaa baaritaan buu sameyn wuxuu soo ogaanayaa mar walboo liin la cuno in dhanaan la helo mar walboo timir la cunona in macaan la helo howlahan buu fiirinayaa wax u soo bixi caarid baa jira sababay inay timirta macaanaato liintana ay dhananaato go-aan buu gaaraya caqliga laakiin waxay ku imaataa bitikraar waa inuu wixii soo la laabtaa kadibna caqliga xukun u saaraa haddii caqliga uu arko inaysan tikraarka uusan keenaynin tajribada inay liinta dhanaan mar walba noqoto laa yaxsul laka alcilm wax cilmiga ku xasilay malo sidoo kale tii aan soo marnay ahayd tawaaturka hadduu caqliga intuu baaro uu go-aamiyo hebel inay been isku waafaqi karaan cilmi kuma faa'iidayo طيب حدسياتكو إيماو أساقنا وحوكا كوويا مركب من العقل والنق من العقل من الحس والعقل وحاذا يشمان تلواتن شلون العكينيا أركتي أذيقون ولي العكينيا أركن مركب أركتي باد إنكرتي واد قرن ويسي بحيتاي بر أن ميلس كتاليك ولا نقط إن موحل لغو قفسن كرو موحل لغو قدن كرو ماذا نقرنين قف با وحوكو داينيو لعقواي اللواتن شلون أغو waa lagu adeegan karaa waxbaa lagu gadan karaa waxay goysa qiimaheeda maalin karaad haddana birtii iyo wixii tu kalaad aragtay labaatan kale aragtay dad badan oo adeegsanaya wixii oo lagu adeeganayo shaqo lagu qabsanayo caqliga marka muxuu gaarayaa soo la laabashadaas iyo qaraa intaasuu aruurin go-aan wuxuu ku gaarayaa in labaatanka shilin inay tahay lacag labaatan shilin oo lacag kenya oo bir ah qiimana ay leedahay wax lagu gato طيب sidii kale maalan haddana mirihii oo kale mirahan geedka saaran inay kareen iyo in kale maxaad ku garanaysaa mirtii baad fiirisay oo geedka saarneed way soo gududatay calaamadihii lagu garanayay ee tusinayay qaraa intii ku tusinayay mirta markay sidan u ekaato ama timir ha ahaato ama camba ha ahaato ama wax kale ha ahaado ama liin ha ahaato markii aad fiirisay ayaa waxaa kuu soo baxay intano calaamada markii mirti ka soo muuqato way kartay see ku garatay maalintuu horaad aragtay waad garan weysa waa laguu sheegay dad beeraley ama khibrad u leh miraha waxay ku dhaheen mirtan way kari rabtaa calaamada ay calaamada haddaa ku aragtay way kartay soo gooso waad fiirisay maalin kale mir kalaad fiirisay isla tiibaa fiirisay geed kalaa fiirisay calaamadihii waad aragtay qaraa intii buu caqliga aruurinaya go-aan muxuu gaarayaa bacda tikraar wa bacda annadari ila alqaraa'in
go'aan buu gaaraya wuxuu leeyahy alla ilaahe mirtan way kartay markii calaamadahan laga helo way kartay waa xadsi ama takhmiin طيب وأما المركب عنهما من الحس والعقل فهو التواتر والتجريب والحدس وزاد وحاكسو كردي أبو المعالي إمام الحرمين وأبو حامد الغزالي لبضو وحاكسو كردي قرائن الأحوال قرائن الأحوال qaraa'inta axwaasha qaraa'inteeda iyo wixii markaa ka muuqdo in la aruuriyo la fiiriyo oo la ictibaariyo laguna tiriyo maa huwa murakabun min alxisi waalcaqli oo maalan mihaal kuu ku siiyo wuxuu ku dhahay kasufrat alwajal kasufrat alwajal wajalku waa fazac qofka markuu cabsado calaamadaa ka muuqanaya wuu maalan midabkiisa bedelmaya in qofka caroodo mar walba marka go'aan baad gaari waxaa dii hebel maanta wuu cabsaday wuu waa fazaci argagax baa ka muuqdaa sabab lianna qof kanan fiirii kanan fiirii kanan fiirii kanan fiirii markaad aragtay xaasaad isticmaashay oo basarkee mathalan waad fiirisay kadib caqligaa wuxuu xukumay tikraarkan soo la laabta ee sifadan muuqata ee qofka markuu fasaco ciladan ay ku imaanayso ama noocan uu noqonayo waa calaamadu sinayso qofkan inuu walbahaarsan yahay ama qofkan inuu cabsaday oo cabsi ku jirto tayib wa humrati alkhajal qof baa khajile oo yahyaxe mathalan calaamad baa ka muuqatay waxaad aragtay qofkan wuu khajilay kanna wuu khajilay kanna wuu khajilay wejigaa gudutay ama wuu madoowaaday waxaad leedahay hebel wuu khajilay muxuu u khajilay maxaa ku garatay inuu khajilay kow kanaan fiirii 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 waxaan gaaray cilmi ah caqliga qaraa'intan uu aruuriyey go'aan wuxuu gaaray qof kastoo calaamadan ay ka muuqato sidaan u guduto calaamadan kusoo baxdo sidan u madoowaado ama calaamadan ku noqoto waa qof khajalay oo yaxyaxay oo kale calaa sabiil almithaal marka waxaan jeclahay in intaas aad kala faanteen مفهوم الدليل اي انواع الدليل ان عاوكو كيسانين ان شاء الله عشر كدنب وحان كبلاوي دونا فتلخص من هذا ان المفيدات للعلم تسعة ماشي سان كبلاوي دونا مرك جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته